السلام عليكم، اهلا وسهلا اعزائي الطلاب الصف الثاني الاعدادي. ان شاء الله بنكمل برنامجنا. الحصه اللي فاتت احنا خدنا فيها جزء من الفاكتورايزنج. طيب بعد ما خدنا الجزء الاولاني عايزين نشوف الجزء الثاني هيكون معانا ايه. الجزء الثاني اللي فيه هيكون معايا difference between two squares. طيب الجزء ده هل في علامه معينه بتعرفه لنا؟ قبل ما نشتغل فيه هنقول ان الجزئيات دي كلها لما بتجيني في سؤال الجزئيات دي ما بيبقاش معرف لي النوع اللي انا هشتغل فيه، لا انت عليك ان انت تعرف النوع وتبتدي تشتغل معاه. طيب من الاسم هو بيقول لي difference، يبقى المفروض يظهر معايا عملية ايه الديفرنس. طيب between two squares يبقى انا عندي هنا number x square y square. سؤالي دلوقتي هل الاكس ده ليه square root؟ yes. اللي هو مين؟ x. طب الواي ليه square root؟ yes. اللي هو y. التعامل دلوقتي اصبح مع الاكس ومع الواي، ما عادش مع الاكس سكوير ولا مع الواي سكوير. open two brackets هنا x و x وال y و another y. هنا هنحط plus و minus. يبقى عندي الريزلت بتاعتي طلعت ازاي؟ طلعت 2 brackets. انا اخدت الروتس بتوعي عملتهم مره سم ومره ديفرنت والتايم بتاعهم هو ده الريزلت اللي انا وصلت لها. هناخد another. لو انا عندي 4a square minus 16 هنشوف هنا ادي معايا 4 a باور 2 16. اول جزء انا لاحظته اللي هي الديفرنت، ال 4 ليه روت سكوير اللي هو 2، ال a باور 2 اللي هو ال a، 16 طبعا معايا ال 4. انا جاهزه دلوقتي ان اشتغل الحل بتاعي. اوصل الريزلت بتاعتي open two brackets. عندي السم والنيجاتيف لمين؟ للروتس اللي انا طلعتها. هنا 2a وهنا 4 معايا 2a وكمان 4. بالنسبة لي كده انا حليت الجزئيتين دول. اعتقد ان الدرس ده يعتبر من اسهل الدروس اللي احنا بنشتغل عليها في الفاكتورايزنج. جميل جدا وبيكسبني درجات، خصوصا ان هو معايا لفترة القدام. يعني انا في الصف الثالث الاعدادي هيظهر معايا برضو نفس الدرس، والصف الاول الثانوي ان شاء الله برضو بيظهر نفس الدرس معايا. هنشوف another example. لو انا غيرت شوية وجيت اشوف هل لو عندي ارقام فقط numbers not simples 99 square minus 1. هنسأل نفسنا نفس السؤال 99 square دي ليها square root طبعا اللي هو 99، ال1 اكيد اللي هو ال1. طريقتنا سهلة وما فيهاش اي حاجة. open two square minus plus 99 minus 1 99 plus 1. هنا مش هيقف الكلام لغاية هنا بس، لا الكلام بتاعي طالما هم numbers يبقى انا اقدر اتعامل مع numbers دي. تعال نكمل معانا 99 minus 1 هتديني 98 times 99 plus 1 هتديني 100. كمل الناتج بتاعي the result 9800. في الحالة دي انا وصلت للنهاية غير النهاية اللي انا كنت شغالة بيها قبل كده. ليه؟ لان كل اللي معايا كله numbers. كده انا الجزئية بتاعتي انتهت نهاية مختلفة. طيب لو انا جيت استعنت بالسيشن اللي فاتت وخدت الجزئية اللي انا قلت لك قبل ما تشتغل قبل اي factorizing من فضلك ابحث هل في عندك highest common factor ولا لا؟ طبعا احنا اشتغلنا من غيره لان كان واضح ان مفيش، لكن دلوقتي انا هتعرض لبروبلمز صغيره كده ظاهر فيها الهايست كومن فاكتور. تعال نشوف. لو انا قلت عندي ان 5x power 2 minus 125 قبل ما اشتغل difference هنا square، لكن ده مش square، ال 5 عندي مش square. ما تبتديش تاخد قرارك غير لما تبحث الاول هل ال 5 دي اقدر اخدها هاي كومن فاكتور ولا لا. طيب هشوف هنا هلاقي ان ال 125 بتاعتي تقدر تكون 5 تايم 25. تمام
في الحالة دي انا هاخد الفايف معايا هايست كومن فاكتور، وهيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي اكس باور 2 ماينس 25. اذا انا عندي عملية اخرى هبتدي فيها بعد ما اطلع الهايست كومن فاكتور. خلينا نشوف. يبقى اول خطوة عندي هي ظهور الهاي كومن فاكتورز اللي هو هيبقى 5 متبقي معايا اكس باور 2 ماينس 25. تمام، الجزئية دي لوحدها فيها شغل، خلينا اشتغل عليها. هشتغل عليها ازاي؟ قبل اي حاجة ما انساش الفايف بتاعتي. ليه؟ لان دي كانت نوع من انواع الفاكتورايزنج الاولى. يبقى انا عندي هنا open two brackets، واحنا قلنا الموضوع سهل جدا، بلس ماينس. طب ابتدي بالبلس ولا ابتدي بالماينس؟ مفيش اي فرق، المهم ان في عندي براكت ماينس براكت بلس. عندي هنا الروت اكس الروت 5، يبقى عندي اكس بلس 5 اكس ماينس 5. كده انا عندي الجزئيه دي تعتبر خلصت. طيب اقدر اشوف اكسرسايز تاني؟ اكيد. طيب الجزء التاني ان انا بتعامل مع الباور. طب الباور هل دايما هيظهر عندي باور 2؟ طبعا لا. الباور عندي لو ظهر عندي اكس باور 4 ماينس، وهاخد هنا 81 واي باور 6. اتغير هنا الاكس، انت شفته قبل كده باكس باور 2، لكن هنا انا غيرت اكس باور 4 وغيرت الواي باور 6. طيب التغير عندي ده بتعامل ازاي مع الباور؟ لو انا عايزه السكوير روت انا بعمل ديفايدد باي 2، لو انا عايزه الكيوبيك روت بعمل ديفايدد باي 3. يبقى انا هشتغل عليها. قبل ما اشتغل هقول هنا لما اعمل ال 4 ديفايدد 2 هتديني كام؟ اكس باور 2. هنا طبعا 9، وهنا واي باور 6 هتديني واي باور 3. تمام، ماينس بلس غيرت لك اهو. هبتدي هنا هتديني اكس باور 2 9 واي باور 3. تمام، يعني انا لو ظهر عندي النمبر وظهر عندي السيمبلز لازم بشتغل الاثنين مع بعض. نفس الكلام اكس باور 2 بلس 9 واي باور 3. الجزئيه دي شالت عندي جزئيتين، ان انا اتعرفت عن الباور لو هو بزياده اكبر من 2 ممكن تكون 8، يبقى ال 8 هتتحول لايه؟ ل 4. ممكن تكون طب هسال سؤال، هو ينفع تبقى 7؟ لا ما ينفعش تبقى 7. يبقى من الاول الرقم اللي هيجي لك، الرقم اللي هيجي لك دوت ينفع يبقى ديفايدد باي 2. هنشوف هنعمل ايه تاني. طيب في سؤال شائع جدا بيجي لك، واخد عندي جزئين. السؤال اللي جاي وشائع جدا وبيجي، الجميل ان هو مش بيجي بس في الصف الثاني، يعني مش في الجريد 2، لا ده انت بتقابله اكتر في جريد 3. طيب السؤال ده ايه؟ السؤال ده وهنحتفظ بيه وبعد كده هنتقابل ان شاء الله في جريد 3 وافكرك بيه. السؤال ده بيقول لي اول حاجه هاخد له جزئية كده خاصة عشان نقدر نفتكره مع بعض بعد كده. ألف X باور 2 ماينس Y باور 2 إيكوال 21. تمام؟ and X ماينس Y إيكوال 3. then X بلس Y إيكوال، وطالب مني the value of X بلس Y. طيب the value of x plus y هجيبه ازاي؟ انا ما يخصنيش كل الكلام ده، انا كل اللي هشتغل عليه الجزئية اللي انا تعرفت عليها x power 2 minus y power 2. هشتغل عليها وهقول x power 2 minus y power 2، لسه متعرفين على طريقة الحل بتاعتها. كانت عندي هنا x minus y x plus y. طبعا هنا انا عندي الجزئية دي، يعني انا عامل كده، دي بقت تايم، الجزئية دي طبعا تايمز. لو انا عوضت بالقيم اللي هو مديهاني عندي هتبقى 21 equal 3 تايم الجزئيه اللي هو عايزها. من هنا هقول ان الاكس بلس الواي equal 21 divided 3 اللي هي equal 7. يبقى الاجابه عندي اللي انا منتظراها اللي هي 7. دي بالنسبه لي كانت جزئيه من الجزئيات المهمه جدا اللي بتظهر. بتظهر على الشكل ده؟ لا، بتظهر على اي شكل، يعني ممكن مع difference between two squares او trinomial او الجزء اللي احنا هنشوفه بعد كده اللي هو cubes numbers.
فده جزء ظاهر ازاي بيدي لك جزء من المعلومه ويطلب الباقي. ممكن اخد نفس الاكسرسايز لكن بطريقه مختلفه. لو قال لي هنا كده ام الاي بلس البي ايكوال 3 والاي ماينس البي ايكوال 5 then a square minus b square equal وطالب الفاليو بتاعتها. طبعا الجزئية دي هي اللي انا هتعامل معاها. a square minus b square equal two brackets a minus b times a plus b. من فضلك عوض اديني value of numbers. هتديني هنا 3 times 5 then equal 15. يبقى انا خدت كده السؤال بطريقتين. ممكن يديني القيمة الاساسية اللي هي x square minus y square ويديني 1 bracket وانا احصل على التاني، او العكس ان هو يديني 2 brackets وانا اوصل للقيمة الاساسية بتاعتي اللي هي a square minus b square. يبقى ده بالنسبة لي كده كانت الجزئية اللي بتخص difference between two squares numbers. طب قبل ما اسيبك واروح هنقول الارقام ايه هي. طب ما تيجي نتذكر كده مع بعض شويه ارقام بتسهل لي ان انا اشوف الرقم من اول وهله، طبعا اشوفه واقول فعلا ده رقم perfect square. تعال مع بعض كده نشوف. لو انا قلت لك ان ال1 طبعا الروت بتاع ال1 هو 1، طيب ال4 الروت بتاعه 2، طيب بعد ال4 عندي 9 الروت بتاعها 3. طبعا كل اللي في الصف دوت اللي معايا الروت دوت ده عباره عن ايه؟ بيرفكت سكوير، وده الروت بتاعه. يبقى انا عندي هنا بعد كده 16 بتوديني لمين؟ لل 4. 25 الروت بتاعها 5. طيب قيس كل دوت موجود عندي على الاله بقدر اجيبه، لكن انا بقول لك في فرق ان انت بتشوف المساله من اول رؤيه ليها بتعرف الاجابه وبتنطلق في الحل. ده بيديك ثقه كبيره جدا اثناء حلك. مش كل رقم هتشوفه هتجري تستخدم الآلة فيه، لا احنا لازم نفكر، والتفكير ده لازم يكون في ايديك. لازم لما تمسك القلم ما تسيبوش الا لما خلاص انت خدت خطوة واثنين وثلاثة وبدأت تسيبه وتشوف خطوة اخرى. فالارقام اللي احنا بنحطها دي عشان وانت ماسك القلم ما تسيبوش الا لشيء يحتاج. لا الارقام ديت معانا وسهلة. طيب اكمل لو قلت ها 36 هتوديني لغاية فين؟ هتوديني للسيكس. طيب دي كده كانت معايا السكوير، تمام؟ انا هسيب جزء، الجزء ده ليه؟ الجزء ده علشان الكيوب. يا ترى انا لما هشتغل على الديفرنس بتوين تو كيوبس هشتغل عليها بطريقه مختلفه؟ لا. طب قبل ما اروح للدرس الثاني هقول نقطه مهمه جدا يا ميس. احنا خدنا الديفرنس، هل في صم؟ لا مفيش صم، يعني الجزئيه دي عندي ملهاش فاكتورايزنج. لا دي مش موجود عندي فاكتورايزنج ليها. طب يمكن تختلف لو انا خدت الاكس باور 2، طبعا دي ينفع كده؟ لا ما ينفعش. فاحنا كده اكس باور 2 بلس واي باور 2 دي ملهاش فاكتورايزنج عندي حاليا. فاذا انا عملت ديفرنت دي موجود معايا، اذا عملت بلس لا مش موجود معايا. ناخد اكسرسايز سريع نراجع فيه على اللي احنا قلناه، ويكون في جزء من السيشن الاولانيه اللي هي الايه هايست كومن فاكتور. هقول لك فاكتورايزنج ونقول 49 a square minus ناخد بقى رقم مختلف شويه وليكن خدنا ال 81 وخدنا ناخد ال 9. ال 9 لطيفه. طيب ناخد معاها بي؟ ناخد معاها بي. ناخد معاها رقم صغير؟ لا هناخد معاها رقم كبير. يلا يبقى انا عندي هنا 49 هاخد الروت بتاعتها هتبقى 7 a، لكن هنا هتبقى 3. وخد بالك من البي في الحاله دي، البي هنا باور كام؟ باور 8. في الحاله دي باور 8 انا هخليها ديفايدد 2 هتبقى عندي بي باور 4. تمام يلا بينا. تمام احسنتم دلوقتي انتوا اسرع مني. في بلس في ماينس 7a ومعاها 3b باور كام؟ باور 4. تمام 7a ماينس 3b باور 4. انا كده بالمنظر ده قدرت اوصل لحلول للجزئيه بتاعتي، وقلنا ان الجزء ده بينفعنا اكتر من كده. ناخد اكزامبل
another example. طيب هلاحظ عندي هنا ان في ارقام متفق عليها معانا، يعني في نمبر 1 موجود في الاثنين، يعني نمبر 1 موجود لسكوير روت وكيوبيك روت. طيب اعرف منين يا ميس؟ او لو هو ظاهر عندي كده اكس بار 6، طب ده هو كيوب ولا هو سكوير؟ في الحاله دي انا بسال نفسي السؤال ده، اللي هيحدد لي اجابه السؤال ده الجزئيه اللي جايه وراها. الجزئيه اللي جايه وراها هتبقى حتميه، يعني هتوضح لي بالظبط الجزء ده يميل لانهي اتجاه او لانهي فاكتورايزنج فيهم. دي باور 6 هتنفع ديفايدد 2، هتنفع ديفايدد 3، لكن اللي جاي ما ينفعش، لازم تبقى مأكده لي الجزئيه بتاعتها. اول ما احط انا هنا كده 16 الموضوع كده خلص. ليه؟ لان ال 16 ديت ليها سكوير روت. طيب يبقى انا هنا هتبقى الروت بتاعتي اكس باور 3 وروت بتاعتي بقت 4. انا حاولت استخدم لك كل الارقام اللي ظهرت قدامي بحيث ان انت بعد الحلقه دي وتشوفها ان شاء الله كل الارقام بتاعتك تبقى في ايدك. والمفروض ان مع كل حلقه بنشوفها مع بعض يا ريت يكون معاك ورقه وقلم، بحيث ان كل اكسرسايز انا بشتغل بيه بتحاول تسبقني فيه وتحاول تشوف هل الاجابه اللي انا طلعتها هي نفس الاجابه بتاعتك ولا لا، ولو في اختلاف نشوف الاختلاف ده جه منين. هنا هيبقى فيه اكس باور 3 4، اكس باور 3 كام؟ 4. تمام، هنا الجزئيه بتاعتي بقت تمام. اقدر بعد كده انتقل لجزئيه اخرى، الجزئيه الاخرى بتاعتي اللي هي فاكتورايزنج، عندي ديفرنت اور سم. هنا بقى في امكانيه ديفرنت اور سم، بس بتوين ايه؟ بتوين تو كيوبس. كيوبس يعني نفس الايه الاختبار اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، انا قلت ديفرنت بتوين تو سكويرز، يبقى انا كنت عامله اختبار هل الرقم دوت بيرفكت سكوير ولا لا. دلوقتي انا برضو هعمل نفس الاختبار، هل الرقم دوت كيوبس ولا لا، ولما الاقيه يبقى انا هعمل له ايه؟ كيوبيك روت. طيب مع بعض كده ونشوف ايه هي الارقام اللي ممكن يكون ليها كيوبيك. اول حاجه طبعا انا هبتدي بالسمبل لان هو ده اللي بيوترك وبيخليك تحس ان في حاجه عندك مش مظبوطه. انت مع الارقام بتمشي بمنتهى السلاسه، اول ما بيظهر عندي سيمبلز بتحس ان الامور بقى فيها لخبطه. لا انا قلت مع السكوير ديفايدد 2. طيب تعالى بص معايا وشوف هل الرقم الباور بتاعه ده هيبقى ديفيزبل باي 3 اور نو. يعني انا لو عندي هنا اكس باور 3 طبعا ده هيخليني ايه ديفيزبل. هل يا ترى هنشوف بقى دي اكس باور 3، اكس باور 3 هل هي الباور اللي عندك ده ديفيزبل باي 3؟ اكيد ده رقم سهل جدا 3. طب هي هتبقى الروت بتاعتها كام؟ هتبقى الروت بتاعتها اكس. طيب انذر لو قلت لك واي باور 6 هتبقى الروت بتاعتها كام؟ قلت لك هنعمل ديفايدد كام؟ ديفايدد 3، هتبقى واي باور 2. طيب واي باور 9 هتبقى واي باور 3. يبقى انا كده عرفت اتعامل مع السيمبل ازاي. طيب مع اي رقم؟ في عندي مجموعه من الارقام طبعا. لو انا عندي ال 8 هلاحظ ان ال 8 ديت متقسمه لايه؟ ال 8 ديت عباره عن 2 تايم 2 تايم 2. ده الجزء اللي انا عايزاه، طالما 2 تايم 2 تايم 2 يبقى الكيوبيك روت بتاعي هو مين؟ هو ال 2. طيب بعض الارقام بتاعتي زي مين؟ هل ال 9 تصلح؟ لا لا تصلح، لكن ال 27 اكيد تصلح. ليه؟ لان ال 27 عندي عباره عن ايه؟ 3 تايم 3 تايم 3. طبعا انا باخد only one three. طيب الاله طبعا بتقوم بالاجراء ده، مجرد ان انت بتعمل كيوبيك رود على الاله بيطلع لك الناتج، لكن احنا اتفقنا ان احنا لازم يكون عندي خلفيه اسرع من الاله. هبتدي اشتغل. طيب منطقي كده قبل ما اشتغل على الجزئيه دي، هل عندي ايه الفرق اللي كان بين السكوير والكيوب؟ انا قسمت السكوير لجزئين، كان عندي two brackets وكل براكت قد التاني. تمام المره دي لا، لانه نمبر 3 3 تماما مش هينفع ان انا اقسمه لجزئين قد بعض. يبقى انا هعمل ايه؟ هيبقى عندي سمول براكت اند بيجر براكت. تعال نتفرج على طريقه الشغل بتاعتنا، وكتير سهله وكتير حلوه، وتعال نشوف هنعمل ايه. لو انا عندي هنا ال a باور 3 ماينس ال b باور 3، مبدئيا هقول
هنا الكيوبيك روت بتاعي ايه اللي هشتغل عليه؟ اللي هو الايه. طب هنا اللي هو البي. تمام. اول ما وصلت لدول دور الايه باور 3 والبي باور 3 انتهى. انا شغلي دلوقتي مع الروتس اللي جاني. انا قلت لك ان في اختلاف ان احنا هنفتح سمول وهنفتح بيجر. سمول هياخد الروتس بتوعي هنا A the same sign minus B. طب هنا هيبقى فيه ايه؟ هنا هيبقى فيه عندي كم؟ هيبقى عندي 3 terms. ليه؟ انا اصلا فاتحه لهم مكان اكبر، يعني ده البيجر. ليه؟ لانه هياخد اكتر من 2، هيبقى معايا ايه؟ 3 terms. الفيرست والسكند ما فيهمش اي مشكله. The first square يبقى A square، second square B square. هنتفق دايما ان any number او any simple square لازم يكون عندي ايه؟ لازم يكون عندي بوزيتيف. يبقى هنا الساين بتاعتي بوزيتيف. اتبقى لي الجزئيه دي، الميدل هنا، الميدل ده هجيبه ازاي؟ هجيله اوبوزيت ذا ساين، يعني دي لو نيجاتيف هيبقى هنا بوزيتيف، لو بوزيتيف هتبقى هنا نيجاتيف. يبقى هنا ادي الاوبوزيت بتاعي اند ملتبلاي تو تيرمز. يبقى عندي هنا A تايم البي، يبقى عندي A B. نقول كمان، يبقى انا عندي الاختلاف ظهر فين؟ ديفرنت، كان عندي قبل كده ديفرنت. طيب الاختلاف كان ايه؟ ان دي كيوبيك لكن الثانيه كانت سكوير. الكيوبيك هنا جبت لها كيوبيك رود اللي هي الايه؟ البي باور 3، جبت لها كيوبيك رود بقت البي. قلنا التعامل دلوقتي مع الاي والبي ما عادش ابدا التعامل بيني وبين الكيوبيك اللي فوق. عملنا سمول براكت وبيجر براكت. هنا A minus B اللي هم مين؟ الكيوبيك روت بتوعي. بديت هنا في البيجر اعمل ايه؟ خدت اول واحد سكوير اللي هو A سكوير، the second B اصبحت B سكوير، واتفقنا ان اي سكوير عندي لازم يطلع بايه؟ لازم يطلع بالبوزيتيف. طيب قلنا الميدل هيبقى شكله ايه؟ وده اللي فارق بين التو براكتس. قلت opposite the sign and time the A two roots. تمام. another example هنقول هنا x power 3 positive 1. طيب هنيجي هنا نعمل ايه؟ المره اللي فاتت انا وريتك الديفرنت. ليه؟ لان الدرس بتاعي اصلا اسمه ايه؟ اسمه different or sum. يعني انا معايا الديفرنت ومعايا السم. انا دلوقتي هشوف السم بتاعك هل هيفرق ايه؟ الفرق كله في الساين بتاعتي. اول حاجه الx power 3 هشتغل عليها هتبقى x. ال1 طبعا 1، واحنا لسه اشرنا لل1 دلوقتي ان هو سكوير روت وايه وكيوبيك روت. سمول براكت بيجر براكت اكس ذا سيم ساين اند 1. تمام. هنا الفيرست سكوير يبقى اكس سكوير، سكند سكوير 1. طيب هنا قلنا دايما بايه؟ بالبوزيتيف. طب الميدل هجيبه منين؟ قلت عندي الاوبوزيت، اوبوزيت ساين اند ذا تايم اوف فيرست اند سكند اللي هي هتديني اونلي اكس. في هنا مشكله؟ مفيش اي مشاكل، الموضوع سهل وبسيط ونقدر نفرق ما بينهم بسهوله. طيب هبتدي ادخل معايا جزئيه ثانيه اللي هي ظهور الهايست كومن فاكتور. طيب الهايست كومن فاكتور معايا هيبقى ازاي؟ هيبقى كالاتي. ناخد نمبر وليكن 2. 2 A power 3 minus 16 Y power 6. هنا خلفنا. هبتدي، هل ال 2 ليها كيوبيك روت؟ اكيد لا. يبقى انا لازم اعمل تيست هنا، هل هقدر اخلي 16 ديت ديفايد 2 هي ديفيزبل باي 2 ولا لا؟ يبقى انا هنا هشوف فعلا 16 ديفيزبل باي 2. هنا 2 تايم كام؟ تايم 8. يبقى دي تصلح للعمل معايا. يلا بينا، هاخد ال 2 كومن فاكتور، هيتبقى لي A باور 3 ماينس 8 Y باور 6. تمام. هبتدي هنا، ما انساش ال 2 طبعا، دي خطوه مهمه جدا. وتقسيم الدرجات عندي لما بيكون في عمليه تصحيح بتقسم كالاتي: ظهور الهايست كومن فاكتور عندك وحصولك عليه، ده خد منك ايه؟ ده كده حصلت على درجه. اكتشافك لان الجزء دوت يخص الكيوبيك روت وتشتغل عليه، ده درجه تانية.
النتيجة في النهاية الريزلت بتاعتك دي بتاخد حصيلة الثلاث أجزاء مع بعض. طبعا هنا باخد small and bigger، هنا ال A وهنا ادتني 2 y bar، ها bar كام؟ هنا بقول 6 divided كام؟ 2 ولا 3؟ 3، يبقى 6 divided 3 اللي هي هتديني y bar 2. دلوقتي هشتغل، ما انساش ان في الاول انا باخد the same sign، يبقى عندي a 2 y square، وابتدي الفيرست سكوير يبقى a باور 2، السكند سكوير تبقى 4 y باور 4. تمام، لان انا عملت هنا سكوير لل 2 وسكوير لمين؟ للواي باور 2. طيب قلنا دي دايما دايما معايا بوزيتيف، نيجي هنا انا قلت ان انا اوبزيت، طب الاوبزيت هاخدها هتبقى كام؟ تمام بوزيتيف تايم اوف 2 روتس، يبقى ايه؟ 2 a y باور 2. كده انا حصلت على الريزلت بتاعتي، ظهر عندي كومن فاكتور وقدرت اوصل للكومن فاكتور بتاعي. بعديه بصيت بصه سريعه، هل الجزئيه بتاعتي دي تصلح لايه بالظبط؟ لو هي احنا اتفقنا لو هما 2 تيرمز يبقى انا بحصل ايه؟ البحث عندي كله اكتشاف هل هي different between two square numbers، يبقى انا بشتغل بالجزئيه بتاعتي وبفتح two brackets قد بعض تمام، وباخد الروتس بتوعي دول بعملهم مره بالايه بلس ومره بالماينس. طيب لو هما ما هماش different square two roots لكن لقيتهم ان هما cubic، يبقى انا عارفه كده ان انا هشتغل على ايه؟ different or some cubic ايه؟ cubic numbers او variables طبعا. طيب في الحالة دي خد بالك لو ظهر عندك بلس انت ما بتبحث ابدا ابدا في السكوير، انا قلت ان ما عنديش ابدا في ايه سكوير، السكوير ده لو ظهر عندي ايه ديفرنت، لكن لو ظهر سم انت بعيد كل البعد عنه. تمام، طيب هنا كده احنا خدنا الجزئية دي، تعال نشوف نفس الفكرة اللي احنا شفناها وعوضنا عنها المرة اللي فاتت، اللي هي ظهور جزء وانا عليا احوله لارقام، يعني the value of numbers. لو انا قلت لك نفس الكلام كده وقلنا ان ال a باور 3 بلس ال b باور 3 ايكوال عندي ناخد 42، طيب هيقول لي ان ال a بلس ال b ايكوال 6. تمام، زين ايه؟ يبقى هو عايز عندي البراكتس ايه الاكبر بقى الجريتست، هو عايز القيمه بتاعته ذا فاليو اوف جريتست براكتس. يبقى انا عندي هنا مبدئيا تعالوا احنا نستخرجه ما نكتبوش، يعني تفتكر البراكتس اللي جاي لك دوت هيبقى شكله ايه؟ هيبقى عندي اكيد فيرست سكوير، هنا مش هحط بقى الثاني في الاخر، خلينا نمشي بنفس الترتيب، عندي اوبوزيت ساين ذا تايم اوف تو روتس اللي هي هتبقى اي بي بلس بي سكوير. طبعا هيقول لي كومبليت او فاين، خلاص احنا خدنا الجزئيه دي بشكل مختلف ايه في الديفرنس بتوين تو سكويرز، تعال نشوف هنعمل ايه. طبعا انت واضح ان الجزئيه دي بتتفك ازاي، فكيتها هما الاثنين تايم بعض، يبقى انت من هنا هتقول لي ان الجزئيه دي عباره عن 42 ها ديفايدد كام؟ 6. يا ترى ديفايدد 6 هتديني ايه؟ 7. طبعا طلعت 7 نفس الاجابه اللي فاتت، لكن هي كده ايه باي لك. دي كانت جزئيات عندي. طيب تعالى ناخد بقى جزئيات مختلفه ونشوف هنقدر نتعرف عليهم ولا لا. طيب قبل ما اسيبهم، طب ما تيجي كده بسرعه نشوف الارقام اللي هي ليها كيوبيك، عشان اول ما اشوفها عينيا تلقطها على طول. طيب احنا قلنا ال1 كيوبيك روت لي 1، هنا هتختلف بقى، بص معايا ال8 هتبقى كام؟ 2. طيب هتبقى ال8 معاها 2، هنا ال3، طب ال3 هتطلع منين يا ترى؟ ال3 هتطلع عندي من ال27 هتديني 3، ال4 هتطلع منين؟ ال4 هتطلع معايا من ها اسمع 64، تمام 64 125 هتطلع معايا ال5. خليك ذكي وافتكر الجزئيات اللي احنا خدناها في البرايمري، اللي هي دايما لما كانت البدايه بتبقى ب 5 يبقى احنا اليونت بتاعتك ب 5، فانت اكيد بتتعامل مع النمبر ايه 5. طيب دي الارقام اللي انت اول ما تشوفها النمبرز بتاعتك اول ما بتشوفها على طول
انت ذهنك بيروح للايه؟ للتيوبنج. بعد ما خدنا الارقام ديت هنروح ناخد فاصل عشان نرجع ناخد بقى اكسرسايز، والاكسرسايز ده مش هنقول هو ايه. طيب طالما احنا شفناهم، طب احنا ممكن نخلي الاكسرسايز بتاعنا بشكل مختلف لما نخلص الفاكتورايزنج كامل وناخدها. كنت سعيدة بكم، وإن شاء الله لقاء متجدد بيني وبينكم، أتمنى نكون أفدتكم. أشكركم وإلى اللقاء.